رمضان شهر مشهد بالملايين. الصحافة المصرية بخير، فهي أحسن الصحافات العربية. القاهرة عاصمة مصر هوليوود الشرق. كلام كبير جدا، كلام كبير جدا. مع شيخ الحارة، شيخ الحارة. نجمة تمثيل وأنتجت كمان أفلام، مثلت مع الكبار محمود عبد العزيز ونور الشريف وعادل إمام. هجموها بسبب مواقفها، لكن ولا همها، صريحة وجريئة وأعمالها تشهد لها. ضفتي الفنانة إلهام شاهين. جاهزة جدا، يلا بينا. يلا، لو رجع بيك الزمن، ايه الدور اللي انت تحبي انك انت ما تعيديهوش تاني او ما كنتيش تحبي انك تعمليه؟ دوري في يوم للستات، فعلا الحمد لله انه اتشال. يعني دي من احلى الحاجات اللي اتعملت معايا. ليه بقى؟ لانه عمري في حياتي ما حسيت بسوء المعامله في استوديو او في كواليس تصوير زي الفيلم ده. قالوا عنك ظلمتي سماح أنور، تعليقك؟ سماح صاحبتي جدا وعشت عمر بالنسبة لي. طبعا طبعا، بس ده ما يمنعش ان هي حاسة بالظلم. هي حاسة بالظلم طبعا. سوء المعاملة دي يمكن في يوم واحد ما كانتش المعاملة ظريفة، وده كان آخر يوم تصوير لسماح. لكن طول الفيلم ما اعتقدش ان كان في معاملة سيئة. طب يعني ايه المعاملة اللي ما كانتش ظريفة؟ هقولك، احنا هي سماح اتظلمت في حاجه، هي يعني هي مالهاش ذنب، والمخرجه برضو هتلاقي عندها حق في جزئيه. احنا صورنا على مدى حوالي سنتين ونص، لان احنا بدانا في ظروف كان في انتخابات في البلد، ومثلا المكان اللي هنصور فيه نلاقي فيه يوفت انتخابيه، فيتغير الراكورات بتاعه المكان، وما بيدوش تصاريح، وما تنزلوش، وبلاش تخشوا في مناطق شعبيه دلوقتي، وبلاش في مناطق مش عارفه ايه الاخوان ايه. ده حقيقي. وانا كان عندي مشاكل اوريدي، فوجودي كمان ممكن ياذي الكاست كله. فالمهم قعدنا كتير جدا. لما جينا في الاخر سماح يزهر كانت اشتغلت في حاجه، فحصل شويه تغيير في شكلها، يعني رسمت الحواجب، خست يمكن في الوش، يعني بقت يعني فراكورها باظ. وبعدين هي كانت عشان خاطر الفيلم الحقيقه عملت مجهود كبير، فهي مع المخرجه اتفقوا انه هتحلق شعرها خالص، يبقى قصير قوي، وتصبغه ابيض تماما. وعملت كده، عملت كده السنة الأولانية. السنة الثانية لما جينا بقى في النص اللي هو السنة الثالثة، قالت أنا مش هقدر أصبغ شعري تاني لأنه اتحرق، وهي عندها حق. أنا مش بقول إن سماح غلطانة خالص، فعملوا لها باروكة تبقى مشابهة لشكل الشعر. لما كاملة شافتها قالت لا، دي مش شكل الشخصية، شكلك كله اتغير. قالت أنا مش هصور، المخرجة. فانا قلت لها لا، حرام عليكي، ده مشهد الفينال وخلاص بقى، انا مجمعه يعني الممثلين بالعافيه والكومبارس والناس والاعداد، انا مش هقدر افركش، مش عارفه اجيب الممثلين تاني. كان اخر يوم تصوير فعلا، فصورت وهي غير مقتنعه بشكل سماح، مش دي شكل الشخصيه اللي بدات معانا من بدأت سنتين بيها. وشويه لما راحت في المونتاج وحطت ده جنب ده، قالت لي كانها شخصيه تانية. وبعدين انا لو شلتها من الفينال الشخصيه كده ما اتقفلتش، فما اقدرش. قالت لي دراميا انا ابقى غلط، فانا كده لازم اشيل الخط بتاعها كله. وانا لو مكان، على فكره، انا انسي بقى ان انا منتجه الفيلم، انا كممثله وزميله صديقتها، انا لو مكانها انا كنت عملت اكتر من كده، وكانت شتمت فينا. لان هي مؤدبه، قالت انا ندمت بس، لكن انا كان ممكن اشتم. يعني لو انا مكانها كان ممكن اشتم، فانا مقدره زعلها جدا وزعلت، بس خلاص مفيش حاجه. ومعترفه ان هي اتظلمت. طبعا طبعا. طيب. تأكيد. واحدة عملت مجهود ونزلت واشتغلت. طيب. وأيام وتصوير وانتظار وتعب ومكياج وتحلق شعرها. لا، عملت مجهود كبير. حقانية قوي. بس دي الحقيقة، دي طيب. الحقيقة. بعد الاعتراف ده أنا هدخل بقى على حلقتنا. أوكي. أول فقرة اسمها قالوا عنك. ماشي، منشوف قالوا عني. قالوا عنك، قالوا عنك. نشوف أول فيديو مع بعض؟ يلا. أول فيديو
قالوا عنك اتجوزتي عادل حسني طمعا فيه، والدليل انك كنت اصغر منه باكتر من 25 سنه. هما 25 مش اكتر من 25. كنت اصغر منه ب 25 سنه. مظبوط. طمعت فيه. خلينا في الطمع الاول. ايوه طمعت فيه في عقله، في 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 قوه شخصيته، في في اتزانه، في حمايته. ده اعتراف انك انت اتجوزتيه علشان كنت طمعانه فيه. طمعانه كان اللي طمعانه فيه. لا وانا لازم اقول طمعانه في ايه، تفرق طمعانه في ايه. طمعانه في في رجولته وحمايته، لان انا كنت في وقت ممكن اضيع، ممكن اضيع. هو في طمع ايجابي يا ست الهام؟ طبعا طبعا فعلا طبعا. اشرحي لي. هذا الطمع حماني في وقت انا كان ممكن اضيع. هو مفيش راجل تاني لقيت فيه الصفات دي؟ لا. يكون مناسب لسنك. هو اللي وقف جنبي مش اكبر منك ب 25 سنه. اصل اللي قدي هيبقى ضعيف زيي. انا عايزه حد حمايه. انا في وقت عامله مشاكل الدنيا اصلا طول عمري بتاعت مشاكل. ماما ارشيفك مليان مشاكل. هتلاقوا كتير اكيد عندكم بلاوي. ما هو ده كان هنتكلم بس ما نجيلها. كان في بدايتي فالدنيا كانت مقلوبه عليكي وقتها. كنت عامله ثلاث مشاكل. مشاكل كتير قوي. جلال الشرقاوي، وكنت عامله مع ممدوح الليسي ونور الدمرداش. اه مظبوط. كانوا متحكمين في السوق مين يشتغل ومين ما يشتغلش. نور الدمرداش كان ماسك الدراما تلفزيون. وقعدوكي في البيت؟ لا ما عرفوش يقعدوني. عشان اتجوزتي عادل قوية. عشان اتجوزتي عادل حسن؟ لا. هو ما هيشغلوني عشان عادل ليه؟ انت اتجوزتيه عشان يحميه. حمايه. ايوه حمايه. طيب ايوه. انا كنت عندي قضيه مع جلال الشرقاوي كان عايز يسجنني وانا عيله. طيب. عندي 18 يعني سنه. يعني استغليتي جوازك بعادل حسني عشان يحميكي من السجن؟ لا مش هتوصل للسجن لان انا مش عامله مصيبه. ما يعني ما كانش ما كنتيش هتطلعي. لا ما كنتش عارفه اتصور. اولا ما عنديش محامي وعمري ما دخلت محاكم. فمخضوضه. ايه ده يعني ايه محكمه وانا ما عنديش محامي؟ واعمل ايه واروح لمين؟ ولا اعرف محامي ولا اعرف اروح فين. وبابا وقتها ده الوقت اللي دخلت فيه في مشاكل جامده معاه وتخلى عني تماما. يعني لما جيت اشتكي له واقول له انا عندي مشكله وعايز اروح اعمل محضر ومش عارفه ايه وحصل لي مش عارفه ايه في المسرح، قال لي امشي اطلعي بره واقفلي الباب. وانا دخلت عليه بالليل اقول له الكلام ده بعد المسرح. فحسيت ان انا بغرق. يعني انت اتجوزتي رد وأنا فعل وانا كبير. لا انا بالتاكيد حبيته، بس حبيته يعني معرفش اقولها لك. اقول لك حب راجل وست حاجه، يعني حب بنت صغيره بتحب. اقولها لك انا على طول. حلها لك. حليها. انت شفتي في عادل حسني الاب قبل الزوج؟ ممكن لان والدك اتخلى عنك. ممكن. وقتها ممكن. وعادل لاخر وقت ولحد النهارده على فكره، انا لو في 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 مشكله او في حاجه وعايزه حد عقله راجح اكلمه. طبعا احنا على اتصال لحد النهارده. وفعلا بتحسي انك بتستفيدي من وكان عاجبني بيته ومش عارفه شم النسيم اللي فات. انا كنت معزومه ما عنده هو ومراته عادي. احنا علاقتنا اتحولت لصداقه رائعه. انا بحب عادل جدا، بحترمه كبني ادم جدا. ممكن ما نكونش ننفع زوجين، بس هو صديق هايل وراجل جدع قوي. وده اللي انا على يعني في تفكيري دلوقتي. طب ليه ما خدتيهوش وقتها صديق؟ لا ما كانش ينفع. عارفه ليه انا ينفع. انا بهاجمك لانه انت برضو كنت شابه صغيره، فجوازك من واحد يكبرك ب 25 سنه اكيد كان اكيد كان في تضحيه. لا من انا عايزه اقول لك شبابك. انا كنت بحب الرجاله الكبار. ما هو عشان ما انا بحب الرجاله عشان كبار. والدك كان يعني متخلي عنك. جايز جايز هي مساله نفسيه سيكولوجيا. بس انا قعدت كتير انا بحب الرجاله الكبار لحد لما كبرت بقى قلت لا. طب ورجاله كبار يعني خلاص يعني ما ينفعش دلوقتي. لو هدور هدور على حد بقى في سني. لكن وانا صغيره فعلا انا كنت بحب الرجاله الكبار. يعني دايما لما اعجب اعجب راجل لازم يكون اكبر مني على الاقل ب 20 سنه. طب استفدتي منه في ايه؟ ولا حاجه. يعني حنانه وطيبته ورجولته وحافظ عليا في وقت انا كان ممكن اضيع او اسيب الفن خالص. يعني والله استفيد منه ايه؟ قولي مش انتج لك. مش الراجل انتج لك. انت عارفه انا اتطلقت من عادل ليه؟ لا عشان بقى منتج. انا اتجوزت عادل رجل سياحه ناجح جدا في مجال السياحه، عنده فنادق سياحيه عايمه وبتاع، وراجل كان ليه دور برضو سياسي كده. وبعدين لما انتج انا اخر واحده في مصر عرفت.
لو لما تعرفي تاريخ عادل حسني لما انتج، اول ما انتج انتج فيلمين لسهير رمزي مش انا. طب هو يعني ايه اللي دخله لو هو الانتاج؟ منتج، لو هو دخل ينتج رجل سياحه بيدخل في الانتاج ليه؟ عشانك. عشاني فينتج لسهير رمزي. يعني دخل، ما انت ده من الذكيه. يعني دخل السينما علشاني فينتج لسهير رمزي. انا هقول لك، خل اول حاجه خليتيه يجرب في سهير رمزي الاول. انا اللي خليته. ايوه اعوذ بالله. وبعدين علشان ما حدش يقول بينتج لها. بصي يا حبيبتي، ده سبب طلقنا من الاخر، وهو عارف ده. هاتوا عادل حسني واسالوه. سبب طلقنا انه بقى منتج. انا قلت له انا مش عايزه اتجوز حد من الوسط الفني، لان مشاكل الشغل بتتنقل البيت. وفعلا لما اكبرني بعد كده، بعد بقى ما اتعرف ان هو منتج وانتج لسهير رمزي فيلمين، وانكر في الاول خالص وقال لي انت حمارة، انا ايه اللي دخلني الوسط ده؟ انا عايز اخرجك من الوسط ده. انا ايه اللي دخلني الوسط ده؟ وايه والافيشات هتنزل النهارده واسمه عليها عشان يقول لي اصلا الخبر فيلم هندي؟ عمل كده ليه؟ طيب ما مش هقدر يعني غير مش هقدر اتكلم فيه. لا يغير مني ليه؟ هو كان ناجح ووشه معروف. بس هو كان وشه معروف وناجح جدا في مجاله ومجال السياحة. يعني لا، هو كان راجل ناجح طبعا. لا مش بيغير من نجاحه. نجومية الانتاج والسينما والوسط والميديا برضو هو غير. في حد أقنعه بمسألة الانتاج وبتاعه؟ هو كان صاحب الفنانين كلهم أيا كان بقى. أيا كان الموضوع في ست جر 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 جر. وبعدين يا بصي انا بحترمه جدا لحد النهارده واحنا اصحاب. مفيش حاجه هتوقع بينا. اوعى يا عادل حاجه توقع بينا خالص. انت مش جايه هنا نخسرك ولا تخسري حد، واحنا بنحبك جدا. ربنا يخليك يا بصبص. وانا نشوف. كمان جايه مبسوطه. نشوف اللي بعده. اللي بعده بعد الفيديو ده، وقبل ما اقول لك قالوا عنك، انا هسالك سؤال الاول. تعرفي يعني ايه مله؟ طبعا. يعني ايه؟ يعني ديانه. ايوه. طيب انا عايز اسالك السؤال اللي قالوه عنك. الهام شاهين، انتي ملتك ايه؟ انا ملتي اكيد مسلمه وبس وفول ستوب. انا ما بقتنعش بقى. اللي عارفه السؤال هتساليه. انتي الناس، انتي اتشيعتي ولا اتنصرتي ولا انت مسلمه ولا انت ايه؟ جوزيه ولا هندوسيه؟ مش عارفه انا يا جماعه. انت اشتغلي ايه؟ انت مين؟ انت مين في دول؟ بصي انا كل دول. انا بحترم كل الاديان. انا احترم كل الاديان السماويه. انا راح اتكرم في مهرجان بابل للثقافه والفنون. رجعت من بابل، لان بابل دي بره العاصمه، يعني بره بغداد. رجعت من بابل بالليل، لقيت ناس افواج ماشيه في الشارع لابسين اللبس الاسود. وافواج اعداد كبيره، فاستغربت. وقت متاخر مثلا 11 ونص بالليل، فقلت لهم ايه ليه ناس كتير كده في الشارع وماشيين وعائلات، عارفه اعداد كده كتيره. قالوا لي النهارده ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم. انا قاري عنه حاجات، وادوني طبعا معلومات عنه من احفاد سيدنا علي عليه السلام، حفيد الحسين يعني برضو من أحفاد الحسين. ففرحت جدا أنه قلت إيه الصدفة الجميلة دي، النهاردة ذكرى استشهاده والناس كلها طالعة بالليل ويسهروا طول الليل هناك. قلت لهم أنا أروح بقى على الأوتيل أغير الفستان وألبس لبس حشمة وأحط حاجة على راسي، لأن أنا رايحة ضريح. وأروح أعمل الزيارة دي، أقرأ الفتحة هناك وأدعي ربنا وأرجع. قالوا عنك أنك بتغزلي كل الطوائف وكل الملل عشان تتقربي منهم. طب وماله؟ وماله؟ مش انت محتاجة ده. بغازل، بحترمهم كلهم. ما قلناش حاجة في ده أبداً. أيوة بحترمهم وبحبهم وبقدرهم. أنا ما عنديش تفريقة في الأديان، أنا بحترم كل الأديان. طيب نكمل؟ نروح للفيديو اللي بعده؟ يلا. اللي بعده
اقول لك مين كان بيقول رسائل ايه ومين دافع عنك؟ مين دافع عنها؟ الهام شاهين دخلت فيهم كلهم شمال. ده حقيقي، ده حقيقي، ده مدام إلهام، مدام إلهام وقفت معايا، وقفت وقفة بألف راجل حقيقة، وقفت معايا جدا في النقابة، وقفت معايا في الصحافة، وقفت معايا قدام يعني قدام زمايلي كانت بتحارب حرب عشاني. غير ادعي لها بقى، أنا بدعي لها على طول. صدقني هي طول عمرها ست جدعة طبعا. الكلام ده حلو جدا بس قالوا عنك انه الكلام ده كان ظاهريا فقط بينك وبين رانيا، لكن انت ما دفعتيش عنها في النقابة ولا في حتة تانية، وفي الوش مراية وفي ظهرها سلاية. إذا كانت الست نفسها هي بتقولك وقفت معايا في النقابة وفي الصحافة، ده أنا كلت ناس وخسرت ناس مش هقول مين عشان خاطر رانيا. ليه بقى؟ لأن أنا شايفة أن الحرب اللي اتعملت دي أوفر قوي، أوفر قوي. حتى لو الواحد اختار فستان مش مناسب ما تستاهلش كل الحرب الفظيعة دي. يعني خلاص نقول لها الفستان ما كانش حلو يا رانيا، ما كانش مناسب للمناسبة وخلاص. لكن وان انت اسأتي الاختيار ايه السوشيال ميديا؟ انا ما بحبش السوشيال ميديا اصلا. بتكرهي السوشيال ميديا؟ بحتقرها، مش بس بكرهها، بحتقرها. ده انت كده ممكن تخسري ناس وماله كتير. وماله، تفهين 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 وفضجين قاعدين مستخبين ورا جهاز وكل واحد بيهبب اي حاجه. ده كلام عبيط. متاكده؟ طبعا الاغلبيه. بصي مفيش حاجه تقدري تعمميها. لا بستفيد منها ان انا مثلا لما ببقى في مهرجان، لما ببقى بتكرم في مكان، لما بيبقى عندي مناسبه. واذا كانت هي دي الضريبه تقبليها ولا لا تقبليها؟ لا أقبلها. لا أقبل تفهين يقعدوا ينتقدوا في الناس عمال على بطال ويأفوروا قوي. يعني ممكن يعني خلاص أرست ودني كده، يا فلانة انت غلطتي مثلا، الكلمة دي قلتيها ما كانتش كويسة، الفستان ده لبستيه ما كانش حلو، لكن نفضل نقطع جزارين ايه ده وكم سفالة يطلع وبزاقات تطلع. بكره السوشيال ميديا. نشوف الفيديو اللي بعده. يلا اللي بعده. والحقيقة أني منبهرة جدا بهذا المهرجان، ومنبهرة أيضا أن السيد رئيس دولة تتارستان يشارك ويتواجد معنا في هذا المهرجان ويلقي كلمة، فهذا احترام شديد للفن ومنتهى التحضر لدولة تتارستان. قالوا عنك السوكسي اللي ما يجيش بالتمثيل يجي بالتكريم، ردك؟ ما هو التكريم سببه التمثيل، يعني هم بيكرموني عن كوني ممثلة، هم مرتبطين ببعض، هم مش بيكرموا واحدة كده. من حوالي ايه ثلاث سنين كان بسبب عمل معين بيكرموكي عليه، ولا هم بيكرموا كل الأعمال؟ كان يوم للستات آخر فيلم ليا كممثلة وآخر فيلم إنتاجي. نشوف الصورة دي مع بعض وحقولك أنا عايزة أقولك إيه. قبل ما تقولي أي حاجة خليني أنا أقول اللي عندي. ريحيني تفضلي، أنا عايزة أرتاح. تفضلي. هناك غموض في الصورة دي، هقولك ليه. قولي. أنت فنانة صح؟ فنانة صح. ونجمة سوبر ستار. تمام. على عيني وعلى راسي. بس هو مين كل نجمة وسوبر ستار يا إلهام شاهين يعزمها رئيس دولة ويقعد يتعشى معاها؟ أنا ما كنتش عارفة فعلا أن أنا هقابل الرئيس. حتى ما قابلتني رئيس المهرجان قابلتني في المطار، فبقولها ليه جايب نفسك؟ ممكن أي حد ياخدني، أنا عارفة قد إيه بتبقي مشغولة. وتاني يوم الافتتاح قالت لي وبكرة الرئيس هيقابلك. فأنا قلت بتكلمني بالروسي وفي مترجمة بالعربي بتكلموش إنجليش. قلت يا أزاي بقى رئيس مؤسسة السينما، رئيس مش عارفة إيه؟ ما جاش في بالي خالص والله إنه رئيس الدولة. أنا لغاية لما قابلته مش عارفة إن أنا هقابل رئيس شفتي الدولة. شفتي ده حتى أنتي مستغربة. مش في دماغي. كملي. فلما رحت ودخلت على المهرجان لقيت استقبال قوي جدا على الريد كاربت وبتاع، مش فاهمة هو في إيه ده، أنا في روسيا يعني مش في بلد عربي. وبعدين اول ما بنطلع السلالم هنخش على المسرح، انا داخله بقى على المسرح قالت لي لا احنا هنطلع للرئيس. ركبنا اسانسور لقيت رئيس الدوله بيعرفوني رئيس الدوله، في ترابيزه عشاء عليها رئيس الدوله وعليها مفتي روسيا كلها، مش مفتي تتارستان بس، مفتي روسيا كلها وزوجته، وكان رئيس لجنه التحكيم ولجنه التحكيم. صدقتيني ان انت محيره وغامضه.
اشبعنا إلهام شاهين؟ عشان أنا أجرأ واحدة في مصر. أنا أجرأ واحدة في مصر أو في فنانات مصر. هم عارفين عني، هم حتى زميلاتي كلهم وزملائي بيقولوا أنت جريئة بالزيادة. يعني ده كان تكريم للجرأة مش أيوة. للفن. تكريم لموقفي وكوني فنانة، ما هو اللي عملت ده مش واحدة باشمهندسة، ما هي فنانة. تكريم إن فنانة وقدرت تقف موقف محترم لبلدها، لأن أنا في الآخر أنا ما فيش موقف شخصي بيني وبين حد. أنا لما بعمل أي حاجة بعمل عشان مصر، فهم أعجبوا بموقفي لبلدي، فده شيء يحترم، يعني مش غموض ولا، بالعكس ده شيء مشرف لمصر لما يقولوا فنان سفير لبلده. يبقى فعلا لما يقابلني رئيس الدولة ولما يقابلني مفتي روسيا ولما يحتفلوا بيا وما يعملوا عشاء على شرفي، ده شيء مشرف لمصر والاسم مصر والاسم الفنانين المصريين، مش لي أنا بس. قالوا عنك قبل ما نخلص الفقرة دي، إلهام شاهين لو جالها تكريم في مدرسة إعدادي هتروح طبعا، ما بتسيبيش تكريم. أيوة، وببقى مبسوطة جدا، وفي نادي رياضي بيشبعك، بفرح أن أنا أبقى في وسط الناس، وبفرح بشوف أنا تأثيري إيه عند الناس، أنا تواجدي إيه. أنا ممكن يبقى حاجة في محافظة، في قرية، في الصعيد، أنا رحت كل حاجة، وببقى مبسوطة لما بيبقى من مكان فيه بساطة يمكن أكتر من الأماكن اللي فيها اللاكشري وال بالعكس، أنا قريبة من الناس، أنا بمثل الناس. استلقي بقى كل مدارس مصر هتبعتلك تكريم، أنت اللي قلتي. اتكرمت قبل كده في كذا مدرسة، ده حقيقي. قالوا عنك خلصت، وبعد الفاصل حبيبك مع شيخ الحارة. ولا يهمني لا شيخ الحارة ولا عم الحارة ولا، بس بصي ما تقوليليش حاجة، أنا ماليش دعوة، ده هيتبهدل مني. يلا استفلوا مع أنا بعض. أنا جاية أستنى له سناني. غيرك قال كده كتير على فكرة، والله قوي قوي كده. ما تحاوليش، لا هيتخلي صوته وبتاع، أنا أعرف أتخن ما بيهمنيش. فاصل ومع شيخ الحار. نجوميتك مش أمارة، وكل أسرارك مش دعوة مع شيخ الحارة. أنا ما عنديش أسرار مع شيخ الحارة. شيخ الحارة مساء الفل. مساء الفل، انت هتخوفني يعني بصوتك يا عم؟ حبيبي في ايه يعني، وانا اعرف اتخن برضو. لا يهمني اللي هتعمليه على الناس، بتعملوش علي انا. لا اعمل عليك وعلى اللي يتشدد لك. لا مش انا. لا اوعى تتشرط، قول اللي عندك وانا هعرف ارد عليك كويس قوي. بقولك ايه؟ قولي ايه؟ فاكره لما حسن الامام قالك انت مين يا تافهه؟ عيب يا شيخ الادب. شوف قله الادب، عيب بجد. بقولك الله، انت كنت حاضر؟ حاضر وطيب. هو طبعا انا ممكن ما بقاش فاكره التفاصيل، هو لكن هو حصلت مش خناقه، انا ما اعرفش اتخانق مع الاستاذ حسن، لكن هو اداني كلمتين في عظمي فانا عيطت وقلت له انا مش هشتغل معاك. ليه بقى؟ هو كان جايبني مكان نجمه كبيره جدا. ده في فيلم معين. فيلم إيه؟ كان اسمه ابن مين في المجتمع، انا ما عملتوش. كان اول مره هيمثل محمد ثروت، وانا اظن ما كنتش مثلت برضه في السينما، وقال لك انا اجيب اتنين اول مره، انا كنت في سنه اولى في المعهد. عملوا لي تستات كتير وقال لي بس ده انت فاتن حمامه القادمه وانت مش عارفه ايه، وقعد يقول لي كلام حلو قوي، وقال لي انا اللي طلعت فاتن حمامه وهند رستم مدير، وانا مبسوطه ان انا هطلع على ايديك يا استاذ حسن. تستات والبسي فلاحه والبسي صعيديه والبسي مش عارفه ايه ولاعي والبسي ايه. المهم ايه، اول مره يتعمل لي تيست كاميرا نجحت فيه، تمام هتصوري الاسبوع الجاي، يلا خدها. قال لي المنتج خدها امضي معاها العقد. فأنا كلمة واحدة قلتها اللي أنا تهزقت عليها، قلت له لا أنا مش همضي العقد إلا لما أقرأ السيناريو بس، وقد كانت زعق وشخط وبتاع، أنا ما كنتش واخدة على كده. ومشيتي من الفيلم؟ رحت مع عياطة واخدة بعضي وماشية. مش رايحة فين؟ ده قال تمجي مع المنتج، قلت له ما أنا مش هشتغل مع الأستاذ حسن إمام لا يمكن في حياتي، وممكن ما اشتغلش سينما خالص. لو السينما كده أنا مش هشتغل سينما. وجاب مين بقى بدالك؟ جاب الفنانة منى جبر.
وعملت الفيلم. بقول لك ايه؟ قول لي ايه؟ انت مش لاقي حاجه. انت على لا فيلم. والله مش هتعرف تلاقي لي حاجه تعجبني. انت رهنت شقتك فعلا عشان تنتجي فيلم؟ مش رهنتها، خدت سلفه من البنك بضمان الشقه. ما هو لازم ضمان. فضمان بديهم عقد الشقه لو حصل حاجه ان انا ما دفعتش، يعني هو لازم في حاجه تبقى ضمان. أيوه. بس لكن انا ما بعتش الشقه يعني خلاص، وبعدين هبيع الفيلم واديهم الفلوس وبيقسطوا. طب انت سددت الفلوس ولا لا؟ فاضل الجزء صغير. سددت الفلوس دي ولا لا؟ فاضل جزء صغير. خلاص خلاص. بقولك ايه الفضايح دي؟ تحب اساعدك؟ انت هتلم عليا ولا لم فلوس عليا؟ بقولك ايه، هتشحت عليا؟ انا عندي خلخال بتاع كيداه وما بيعه الصبح ونسدد الفلوس. كردان ده تديه ايه اسمها ايه؟ كيداه وما بتاعها انا هبيعه. انت هتاخد كردان كيداه عشاني؟ عشاني لا يا سيدي، كتر خيرك، متشكرين، خليه لكيداهم. بقول لك ايه، ما قلت لسه بتنطي من على السور؟ لسه ايه؟ بتنطي من على السور؟ بنط من على السور؟ اه. يخرب عليك. فاكره عم سعيد اللي كان في الاكاديميه؟ طبعا عم سعيد ده اللي كان ماسك البوفيه بتاع الاكاديميه. اه. استاذ فوزي عمل، دكتور فوزي عمل فيك ايه؟ يا جابني من قفايا. يا خبر اسود. لا لا انتوا جايبين مواجع. تموت من الضحك. مش معقول. يخرب عليك. انت لا لا جبار. هتقبض. لا جبار. هتقبض يا شيخ الحارة. لا لا جبار والله عجبني. أه؟ دي حاجات عمرها ما اتقالت في اي حته. يخرب عقلك. انا إيه بقى قصة انا كنت عصفوره يعني وانا في المعهد، وانا داخله المعهد 16 سنه يعني، واخده ثانويه عامه صغيره ودخلت على طول بعد ثانويه عامه، لان كان معايا كتير زمايل دخلوا جامعات وتخرجوا وبقى لهم سنين يعني، كان معايا ناس اكبر مني بكتير. فانا عيله وعصفوره كنت رفيعه بتاع قد كده و16 سنه. انا باجي من مصر الجديده للهرم عشان احضر المعهد. وبعدين من اول سنه اشتغلت يعني، بكون في المعهد الساعه 9 الصبح، بنزل من بيتي الساعه 7 الصبح، وخلص المعهد اطلع على التصوير الساعه 4، وخلص التصوير اطلع على مسرح بالليل. اربع سنين معهد عملت اربع مسرحيات، كل سنه مسرحيه. فالمهم انا بوصل المعهد فعلا عايز احضر المحاضرات، مش عايزه اضيع محاضره. فالباب كان بيتقفل بالثانيه لما دكتور فوزي فهمي جه رئيس الاكاديميه. اكتر وقت كانت الاكاديميه دي يعني منضبطه، منضبطه جدا، هو شخصيه منضبطه جدا، بحبه وبحترمه جدا جدا جدا. يا مساء الفل يا دكتور، يا رب تكون سامعني، كل سنه وانت طيب، بحبك جدا. المهم انا وصلت متاخره شويه، فالباب اتقفل، باب المعهد اتقفل، فنطيت من على السور. ادي اول حاجه، وانا عامله حادثه بالعربيه وانا جاي، عربيتي اتدشدشت ونطيت من على السور. وبعدين دخلت كمان الباب اللي جوه مقفول، ففي في عندنا كافيتيريا كده ورا، اللي هو بيقول لك بقى ايه عم سعيد ده راجل جميل. دخلت انا من الكافيتيريا، قلت له ايه استر عليا عشان انا عايزه الحق ادخل المحاضره. والكافيتيريا فيها باب لشؤون الطلبه وشباك، هم قافلين الباب بس الشباك مفتوح. رحت نطت من الشباك، وانا رجل جوه ورجل بره لسه التانية هشيلها، ولسه بقول لهم معلش والنبي، يعني عايز احكي لهم انه ايه، خلونا عدوا استروا عليا، عدوني، عايز اروح المحاضره. لقيت حد بيجرني من قفايا قفشه، بتلفت رئيس الاكاديميه الدكتور فوزي فهمي. يا خبر يا نهار ابيض بنفسه. انا لا يمكن اصدق، يعني لو قالوا لي حد من الصبيان الشباب، حد بلطجي، حد انت اللي عامله كده وعصفوره تنطي سور وتنطي من الشباك ازاي؟ طبعا قعدت اعيط واعتذر، وقلت له عايز الحق المحاضره، المفروض ما تزعلش. كان عايز يرفدك. كان عايز يرفدني فيها. يعني خليني عبره للاخرين، وطبعا قعدت اتوسل له انه يا خلاص بقى سامحني، لان انا قصدي خير، انا قصدي الحق المحاضره، يعني فات منها ربع ساعه هستأذن الدكتور بتاع المحاضره او الدكتوره واقول لهم انا ممكن ادخل، يعني معلش متاخره شويه، عملت حادثه في الطريق وبتاع. بس طبعا يوم انا لا انساه، ان انا اجيب من قفايا ونط سور. يا خرابي شغل الحاره. بقول لك ايه، انت لسه عندك حد تقولها؟ اسكت خالص. لا والله بوظت جوازة اختك من عمرو دياب. ايه انا بوظت جوازة اختك من عمرو دياب. حد يبوظ جوازه من عمرو دياب ينفع كده؟ بقول لك ايه، ومين اللي خلاه يمثل؟ هو واحمد السقا ومنى زكي. لا معلش، ان هما بيمثلوا معايا اول مره يعني دي حاجه حلوه، ان انا يعني لما احمد السقا ومنى زكي اشتغلوا معايا في نصف ربيع الاخر، ده كان اول مره يمثلوا؟
مش أول مرة كانوا بيشتغلوا، بس يمكن السينما كانوا لسه يعني ما اشتغلوش في السينما. فكنت مبسوطة قوي إن أنا أبقى يعني السبب في ده، أو إنه فرصة إن إحنا نشتغل كذا جيل مع بعض، بيبقى شيء جميل. يعني القتل اللذيذ كان فيه مثلاً الأستاذة ميرفت أمين، وفي أنا، وفي منى زكي بنوتة من الجداد، يعني يبقى في أجيال وفي تواصل أنا بحبها. برضو بوظت الجوازة ليه؟ ما قلتيش بتهربي ليه؟ لأن كل شيء نصيب. هما كل شيء ارتبطوا نصيب. يعني كان عمرو دياب يعني وإيناس أختك، كان كلام خطوبة وحاجات كده، هو إيناس أختي، وبعدين ما حصلش نصيب وخلاص يعني. وإنتي اللي بوظتيها فعلاً؟ مش عارفة إذا كنت أنا اللي بوظتها تقريباً. يمكن يمكن يمكن. ليه؟ يمكن اختلفت على اي حاجه، مش يعني انا مش فاكره التفاصيل ولا مش عايز تفتكر. هي ملهاش لازمه يعني، هي موضوع دلوقتي ملوش لازمه، لكن ان هو اشتغل معايا اول فيلم طبعا انا كنت حابه قوي ان يعني ان عمرو يدخل السينما. اول فيلم عمله في حياته كان مع الهام شاهين. وانت اللي كنت مرشحاه. ايوه كان فيلم السجينتين. ورفضتي تجوزيه اختك؟ معلش مش رفضت، كل شيء نصيب. مش رفضت، ممكن يكون حصل اي خلافات يعني، وبني اصلك صغيره قوي يعني. ايناس كان عندها 17 سنه، كانت عيله قوي يعني، ما كانش ينفع تتجوز في السن ده، كانت طفله يعني ما ينفعش. وعمرو كان لسه في البدايات برضو خالص، لكن عمرو طبعا نجم كبير وجميل. وانا مبسوطه ان اول فيلم عمله في حياته معايا فيلم السجينتين. وكان عنده اغنيه واحده بس ما عندوش غيرها، اسمها الحمد لله على السلامه، هلا هلا. فخدنا الاغنيه دي في الفيلم، حتى المخرج كان عايز كذا اغنيه بس ما كانش عنده، كان هي اغنيه واحده اللي سجلها يعني. فخدنا الاغنيه وعملناها بقى فوتو مونتاج، انه المفروض هو كان مطرب في الافراح وانا مراته وبرقص عليها وبتاع، فقطعناها على الافراح. انت يا شيخ الحاره لازم تنصرف. بصراحه انصرف انصرف يلا انصرف. ده انت يلا. ده انت ايه ده؟ عايز نعزم عليه؟ يخرب عقلك، مش معقول. ده عايز جنازه يشبع فيها لطم. يلا يا سيدي مع السلامه، والقلب داعي لك او داعي عليك. مش مصدقه انه مشي كده بسهوله. تدعي عليا ده العفريت. بس جبار ده. جبار. والله لا، في حاجات غريبة، في حاجات غريبة، عايزة وفي حاجات اتنست يعني، في حاجات ما حدش يفتكرها. عموما دي يعني كانت فقرة شيخ الحارة، وشيخ الحارة مشي، وبعد الفاصل ضرب نار. أكتر من كده؟ أنا لسه أنت شفتي حاجة؟ الفقرة دي ضرب نار، وأول حاجة فيها يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ ولا شمال؟ تختاري السؤال اليمين ولا السؤال الشمال؟ يمين. يمين. إلهام شاهين منتجة فاشلة، صح ولا غلط؟ لو بمنطق المكسب والخسارة المادية أبقى فاشلة، لكن المكسب الادبي ابقى ناجحه جدا جدا. الفيلم الاخير ده يوم للستات فوق ال 20، هي بالجواز بتقاس. طبعا طبعا. والايرادات مش مهمه؟ انا بنتج ليه؟ انا بنتج ليه؟ عشان تجاره؟ عشان عايز اكسب؟ لا لا، هي صناعه. اروح اعمل اي شغلانه تجيب فلوس؟ لا، هي صناعه بس لازم تكسبي. اوكي، هو فن وصناعه وتجاره. انا فاشله في التجاره، لكن انا شاطره قوي في الفن والصناعه. يعني السينما ثلاث أركان، فن وصناعة وتجارة. اكتفي بالتمثيل فني بس. هقولك أنا عملتها بمنطق إيه. السينما دي ادتني كتير قوي في حياتي، كل اللي أنا فيه، القوة والشخصية والمكانة وحب الناس وأي فلوس معايا وأي حاجة أنا في حياتي. مين اللي عملها لي؟ لا راجل عملها لي، ولا زوج عملها لي، ولا حد عمل لي حاجة. يعني محدش مفضل على إلهام شاهين إلا الفن. الفن بس. فأنا بحس إن أنا يجي وقت لازم يعني تردي له؟ أرد الجميل، أرد الجميل للسينما. لما ألاقيها بتغرق وتعمل أفلام بتتشتم وأفلام تافهة أخسر. ما الفلوس دي أنا كسبتها من السينما وبخسرها في السينما. ياريت في منك كتير. وأنا كسبتها من إيه؟ طيب أنا أشكرك، ميرسي. طيب يا ست إلهام، يمين ولا شمال؟ مصممة على اليمين؟ كله يمين. أنا مش بتاعت الشمال. الشمال ده ليه ناسه اللي بتختار. ايه ناويه لي على ايه؟
يعني ناس كتير اتسألوا السؤال ده وجاوبوا عادي بكل صراحة، يعني ما كسفوش. انت بتعملي سسبنس، بتبوظي لي اعصابي يعني. مش هتكسف يا بوس بوس. طب باظت ولا لسه؟ لا انا عصابي قوية على فكرة، لان انا صريحة ومعروف ان انا جريئة وما بخافش من حاجة وما عنديش حاجة مستخبية في حياتي. بس ده بيتنافى مع السؤال. انا حياتي لما اعصابك قوية، لما اعصابك قوية بتروحي ليه لدكتور نفسي؟ مش عشان اعصابي ضعيفة. مش هتنكري دلوقتي؟ لا دلوقتي لا، بس رحت في فترة. رحت في فترة. ليه؟ تقولي؟ بعد وفاة ماما. تعبتي. وكان اي حد بيقولي على دواء للاعصاب للبتاع للاكتئاب كده بالوصفات اروح واخداه. فتعبت، تعبت قوي. تعبت قوي. انا ماما توفت 2008، انا قعدت لابسه 10 سنين اسود على ماما. انا لو انت بقالي سنه، هي توفت 2008 لغايه 2018 انا بلبس اسود. خلاص بقالي سنه خلاص لونت، لان الناس بدات بقى تشتكي تقول لي احنا مش بنحس حتى ان غيرتي، لان فساتينك السودا شبه بعض وهي سامبل وساده، فانت بتحسيش ان انا غيرت يعني، بتهيألهم ان هو نفس الفستان انا بظهر بيه كل مره. وبدا يقولوا لي طب على الاقل لوني مثلا، ما تكوني برنامج، احنا مالنا يعني، مش ذنب الجمهور يعني. او في يعني لدرجه أو انك انت بتروحي لدكتور نفساني؟ عارفه رفض لحد النهارده، انا رافضه، انا مش قادره اقتنع، مش موافقه الدرجه دي. يعني استغفر الله العظيم يا رب، بس انا مش موافقه، انا مش عارفه اوافق، مش عارفه ارضخ ان ده خلاص امر واقع. انا بقعد اكلم صورتها في الاوضه واتجنن واصرخ فيها انه ازاي انت تسيبيني في الدنيا دي. فانا حسيت ولا زلت احس بضياع. هي كانت عايشه معاكي؟ ضياع. انا عمري كله مع ماما، اللي هو طول الوقت ضيع. الله يرحمه. هي كانت حاسه، هي قالت لاصحابها وهي في العمره، قالت لهم انا مش خايفه غير على الهام. فقالوا لي ليه؟ دي كبيره، طب ما تخافي على الصغيرين. قالت لهم لا، الهام دي على كبرها لسه ما اتفطمتش. انا فاكره الجمله قالوها لي واحنا في العزاء. قلت لهم ايه قصدها ايه ما اتفطمتش؟ يعني انت الوحيده اكتر حد انت محتاجه لحضن امك. مش عايزه اتكلم كتير عشان الناس لو مش دعوه، ما بحبش انكد على الناس، انا احب اتكلم دايما ابان قويه. يعني ضعفي ده انا احب احتفظ بيه لنفسي. خلاص موضوع حب الاب ده بمنتهى القوه على فكره. بس انا هفضل عايط عليها العمر كله. انا امي هفضل عايط عليها العمر كله. انا مش موافقه يعني، هو غلط اللي انا بقوله، بس مش عارفه استسلم للامر الواقع. عارفه مش معترضه على حاجه ومفيش حاجه في ايدك تعمليها، بس انا في احتياج فظيع ليها. انا اسفه عشان ما احبش انكد على الناس يعني. طيب انا خلاص يمين ولا شمال خلصت ومفيش بقى دموع؟ لا مفيش دموع. ودلوقتي لو لعبت يا زهر. لو لعبت يا زهر. يا زهر انا طبعا بعد اللي حصل ده يعني موضوع الزهر والاجواء والحاجات دي حاسه انها مش ماشيه شويه، بس احنا هنحاول نخرج من الحزن اللي تسببنا فيه ليكي وسامحيني. معلش ولا يهمك، انا ما بحبش اتكلم الحقيقه في الموضوع ده، لان انا بحب الناس تشوفني قويه. دايما احب احتفظ بضعفي لنفسي بس مش على فكرة للناس. المشاعر يعني عمرها ما كانت ضعف ابدا ابدا يعني. الحب عمره ما كان ضعف، ده في منتهى القوه. صورتي قويه قدام الناس، تكون جوايا بلاوي وتعب وبان ان انا قويه. انا بحب الصوره دي. طيب يمكن عكس، لان يمكن انا هوايه ضعيف بجد، فببقى عايزه ابين للناس العكس. ممكن. طب وريني قوتك بقى في رمي الزهر. اهو يلا نرمي الزهر. 8. هطلع لك سؤال رقم 8. اوكي خلاص. ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة أم مؤامرة؟
أنا بشوف إنها مؤامرة كبرى، وأنا 25 يناير ده لا شيء بالنسبة لي، هو عيد الشرطة، يعني أنا أحتفل بيه كعيد الشرطة، لأن لو عايزين يعملوا ثورة ما يعملوهاش يوم عيد الشرطة. أنت بتعمل ثورة على الشرطة اللي هي الحماية لينا، اللي يخاف من الشرطة ده بقى الحرامي القاتل اللي عمل شيء غلط المجرم. أنت بتقولي أنت بتكلمي مين؟ أنت اللي عملوا لنا، بتوجهي لمين الكلام؟ اللي هم مين؟ اللي عملوا 25 يناير أياً كانوا، أياً كانوا بقى، لا مش أياً كانوا، ما هم أصلاً كانوا متلخبطين، يعني ما قالك ما دي أصل الإخوان، الإخوان خرجوا من السجون يوم 27 يناير ولا يوم 28 يناير، اليومين اللي قبلها مفيش حاجة اسمها جمعة الغضب. غضب مين؟ مين اللي غضب؟ أنا بقول لك يومها أنا بس متسمي إيه؟ لناس أجرموا في حق البلد وفي حق المجتمع وافتح لهم السجون، دول أنا أحترم إن هم ممكن يبقوا عملوا ثورة. بس ما كانش في شباب ليهم مطالب وقتها؟ إن شاء الله تكون ما كانتش المطالب دي مشروعة دي. مثلا أني مطالب، أني مطالب إن شاء الله تكون اتحققت لهم المطالب دي، أني مطالب. طب جابولنا الإخوان وجابولنا بلوة وخربولنا اقتصاد البلد وطلعونا مجرمين من السجون وجابولنا الإخوان تحكمنا، يعني إيه نتائج 25 يناير؟ إيه نتائجها؟ الناس اللي طلبوا من الرئيس إنه كفاية كده للرئيس مبارك، الرجل كان محترم جدا وهو تنحى، قال أنا لو اتقال لي امشي همشي، وقال خلاص وتنحى. وقتها كنت فين؟ كنت موجودة في بيتنا قاعدة حزب الكنبة، قاعدة اتفرج على التلفزيونات واتكلم وصرخ، بصرخ بقى، بصرخ طول الوقت في التلفزيونات والبرامج اللي على الهوا، وبقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه واللي بيتعمل ده غلط، وانتوا بتغلطوا في حق البلد، وانتوا خليتوا السجون تتفتح والمجرمين خرجوا. لا ما خسرتش، انا كسبت احترام العالم كله، بالعكس بالعكس انا موقفي كسبني احترام العالم كله، مفيش حته بروح فيها الا ما ناس تحترمني وتكرمني وتحترم موقفي جدا، لان انا واحده وطنيه قوي وكنت خايفه على بلدي قوي، وكل الحاجات اللي كنت بقولها لهم كانت بتحصل. طب انا عايزه اسال سؤال، يعني انت كنتي مع انه الرئيس الاسبق مبارك يفضل رئيس طول حياته؟ لا. الناس لا. اللي نزلت في الشارع كانوا رافضين الاستمرار. اوكي، وهو عمل زيك. ايه وهو عمل ايه؟ يعني كان مطلب منطقي، أوكي. قال أوكي، بس الطريقة يمكن كانت غلط. اللي هو عمر سليمان، وقال خلاص أنا ماشي. نزلوا ليه بعدها؟ طبعا أنا بناقشك بلسانهم هم مش بلساني أوكي. أنا عشان أنا موقفي يعني من 25 يناير ومعروف، من 25 يناير لغاية كان 11 فبراير أظن، لما الرئيس لما تنحى الرئيس الأسبق خلاص. طب انتوا عايزين ايه؟ طب انتوا عايزين ايه؟ الناس بقى اللي طلعوا وقالوا لا يبقى كان في اجنده، مش عارف بالظبط في اجنده طبعا لازم تتنفذ عشان ما نهداش عشان ما نستقرش. بالظبط بالظبط، واللي مرينا فيه في الوقت ده الفوضى الفظيعه، وان الناس تيجي تبقى ضد الشرطه، انا ما اعرفش يعني ايه شعب يبقى ضد الناس اللي بتحميه، يعني ايه؟ يعني ايه الشرطه اللي طلعان عينها على البلد دي؟ انا بتقطع عليهم، اشوفه في عز درجه الحراره 40 وانا قاعده جوه العربيه في التكييف واقف في الشمس بيسيح يا عيني، عشان ينظم المرور وعشان يعمل ايه وعشان يحافظ على منشاه وعشان يحرس، نبقى احنا كلنا بنعيد وفي اجازات وهم البلد تخرب. بالظبط. ارمي الزهر اتفضلي وانا هساعدك. كم؟ 8 8 تاني الجوكر. الرقم إيه؟ لما بيتكرر تاخدي الجوكر هو والله؟ أصعب سؤال. يا سلام، وإيه حظي في 8 ده؟ مش عارف، هو مش رقم حظ بالنسبة لي خالص. الجوكر الجوكر الجوكر. طب أنا لازم يجي لي الحاجات الصعبة، أنا ما الدنيا ما تعديش كده معايا سهلة. المرأة الصعبة يجي لها الأسئلة الصعبة. إلهام شاهين فرضت أخيها أمير شاهين على التمثيل، فين ده؟ ده أنا لما أنتجت ما جبتوش، يعني لما عملت خطة فوزية ولما عملت يوم للستات ما جبتوش، وده إنتاجي، يعني عادي جدا إن أنا أقول هاتوا فلان أو علان. طيب ده رد كفاية. طيب بعدين أنا عايز أقولك حاجة بقى مهمة قوي، أمير مثل قبلية، صوري بقى هو طفل؟ وبطولة، كان عامل مسرحية اسمها الأمير الصغير، دايما بيعرضوها في عيد الطفولة، لو بيتشي برانس مترجمه
الأمير الصغير. أوكي. فكان بطل. والمسرحية عبارة عن 3 فصول، في كل فصل هو بيقابل شخصية. في فصل بيقابل سمير غانم، وفصل بيقابل هالة صدقي، وفصل بيقابل سحر رامي. فأنا حتى ما كنتش في المسرحية اللي هو بطلها. يعني أنا واضح إن أنا ما كنتش لسه على الخريطة. تقييمك لي إيه كفنان في تمثيله وأدائه؟ ممثل كويس جدا. أمير الظلم الوحيد إنه أخو إلهام شاهين، لأن إلهام شاهين عملت مشاكل وليها عدوات كتير. دي اللي أنا عايز أسمعها. وهو تحمل يعني انت كل عدواتي. ما نفعتيهوش طبعا. أمير ده لو مش أخو إلهام شاهين كان زمانه مشي كويس قوي. ده حقيقي على فكرة. ده بجد. آه. بشهادة كل الناس القائمين على الفن واللي بيفهموا. آخر رمية زهر. مش عايزة يجي 8 تاني، يعني مش معقول. ما عندي الجوكر، بس رجعي لي بقى. والله العظيم 8. لا. لا مش معقول. اتفضلي 2-6. لا هو في كده؟ لا هترمي تاني. 3 مرات يجي رقم 8؟ ازاي؟ شفتي؟ ده انت لو بتلعبي 2-6 3-5 بقى 2-6. لو بتقرصي مش هيحصل. انا مش عارفة ازاي. اتفضلي ارمي كمان. لا دي غريبة قوي. لا بس دي كوميدي. انا بقول مش معقول يجي 8 فيقوم يجي تاني؟ لا 5. 1-4. 5. مش معقول 3 مرات 8. 5. 5 اوكي. تتوقعي ايه؟ انا عارفة ده انتوا يعني جبتوا اخري خلاص، مفيش حاجة تانية هتتقال في برامج تانية. ايه كده يطلع منك كده يا إلهام شاهين؟ إلهام شاهين صغرت دور غادة عبد الرازق في خلطة فوزية. دورها؟ اه دورها؟ لا يمكن. ما حصلش. لا لا طب ليه بيتقال عليكي كده؟ زي اللي عملتيه في سماح أنور عملتيه في غادة. بيقال. طب هقول لك حاجة عمري ما قلتها. اه ولا غادة تعرفها، وأقسم بالله هي دي الحقيقة. أنا اللي خلاني أدخل أنت خلطة فوزية، لأن خلطة فوزية كان جاي لي كممثلة، ما كانش جاي لي إنتاج. يعني مجدي أحمد علي عرضه عليا كممثلة، ورحنا شركة إنتاج وبنقول الكاست مين، أنا ومجدي نقول إحنا عايزين فلانة وفلانة وفلان وفلان وكده. فجهة الإنتاج دي قالت لنا لا لا لا، إحنا نجيب كوميديانات عشان ايه الفيلم يتخفف وبتاع، والكوميديا هي اللي ماشيه في السوق وبتاع. فانا كنت قايله غادة عبد الرازق، فقالوا لي اسم حد كوميديانه. يعني الشركه لو انتجت هتجيب الكوميديانه دي. الكوميديانه دي كان سنها صغير يعني اصغر مني. قلت لهم لا بصوا احنا لازم نبقى جيل قريب من بعض، يعني يبقى الفرق بسيط 3-4 سنين ممكن بتاع، والدور مش كوميدي. فمعلش انا شايفه ان الدور ده تعمله غادة عبد الرازق، لانه قبلها كمان انا غادة برضو عملت دور حلو قوي، كان مسلسل اسمه مساله مبدا، كان بطولتي وهي عملت دور كان مش عارفه 10 حلقات 13 حلقه في مساله مبدا، وعملتهم حلو قوي وانا عجباني كممثله. فقلت لهم مش هينفع يجي ممثله تاني. المهم نزلت من جهه الانتاج دي وانا على باب العماره بتاعتهم انا ومجدي، قلت له انا هجيب الممثلين اللي احنا عايزينهم وهجيب غادة عبد الرازق وانا هنتج الفيلم ده. انا انتجت الفيلم عشان انا عايزه اجيب غادة عبد الرازق. فازاي اصغر دورها؟ يعني بالعكس. وغادة عمرها ما عرفت القصه دي، يعني اول مره هتسمعها النهارده. اول مره هتسمعها. بالعكس انا عاجبني جدا. يا ما في الحبس. وبعدين ده انتاجي، ده انتاجي، لو انا مش عايزاها في حد يفرضها عليا؟ بالعكس. مين اللي جه يوم وقلتي يا ريتني عملت الدور ده؟ دوره يعني حد عمل دوره وانا اتمنيت في دور. ها. انا ندمت ان انا سبته الصراحة. عشان اتخانقت مع المخرج. ندمتي عليه؟ ليه؟ لانه كان حلو قوي، كان هيجمعني انا ونجلاء فتحي مع بعض، وانا بعشق نجلاء فتحي، بعشقها بموت عليها. احلام هند وكمالي. انا فضلت اعمل مكان عايده رياض. الدور اللي عملته، لانه هو جاب عايده رياض على الهوا، جابها قبل التصوير بثلاث ايام. وكان دورك؟ كان دوري، وعملت بروفات كتير، واتخانقت مع الاستاذ محمد خان الله يرحمه على موضوع تافه جدا، وانا اصلي بتربس. انا برضو مش سلسه يعني. تربست صعيدي. وهو كان لازم يصور في ميعاد متاخر شويه، فقال لي لا احنا قدمنا. قلت له لا انت مديني مواعيد وانا ملتزمه بيها. طيب ضرب النار خلص، وبعد الفاصل صوره وتعليق.
الفقرة دي صورة وتعليق. أوكي. صورة وتعليق. نشوف أول صورة مع بعض. بدأي. أول صورة اللي بيقولوا عليه الشيخ عبد الله بدر، اللي أنتي حبستيه واللي أنتي قفلتي له قناة الحافظ، يعني منتهى الفخر ليا إن أول مرة في التاريخ قناة تلفزيونية تتقفل بحكم محكمة. صح. شكراً للقضاء المصري المحترم العادل، لأن القناة دي اللي كانت بتشتم في أهل الفن بشكل فظيع، مش فيا بس، وهو طبعاً شتمني جامد جداً. أنا قلت لهم أنا مش هرد، أنا هاخد حقي بالقضاء، لأن أنا مش هنزل لمستواه، يعني مش هنزل لمستوى اللي هو بيقول. وأخدت حقي بالقضاء، اتسجن 3 سنين أثناء، يعني دخل السجن أثناء حكم مرسي، وده اللي عجبني في الحكاية الحمد لله. اللي بعده حبيبتي أمي والدتك يا حبيبة قلبي. اسمها إيه؟ ماما اسمها عفاف، دلع فيفي، أنا كنت بنادلها فيفي. فيفي حبيبتي طبعاً دي اللي انكسر ظهري بعدها، اللي كل يوم بفكر فيها، فات 11 سنة كل يوم بفكر فيها. بعدين بقى لما بيجي رمضان بتنقح عليا قوي، رمضان بالذات بيبقى مشكلة بالنسبة لي، إنها زي مش في البيت. أنت عارفة أنا تقمصتها، يعني بقيت اللبس بتاع البيت بتاع ماما، الجلاليب اللي كانت بتقعد بيها في البيت بلبسها بجد، خدتها كلها وبلبسها. وده طبيعي؟ طرح الصلاة بتاعتها ما جبتش طرح صلاة أنا لغاية دلوقتي، يعني في طرحة معينة كده لونها نبيتي أنا بصلي بيها على طول، طرحة ماما ما اتغسلتش عشان فيها نفسها فيها وريحتها، خلاص ريحة ماما. أنا ضيعت وقت كتير، كان نفسي أستثمر وجودها في الدنيا، ما عرفتش أستثمره، يعني ما عرفتش أقضي معها وقت كفاية. فأنا حاسة عارفة ندمانة، يعني نصيحة لكل ابن ولكل ابنة اللي أمهاتهم موجودين ربنا يخليها لهم، استثمروا الوقت وجودهم في الدنيا، لأن أنتوا مش عارفين بكرة هم معاكوا ولا لأ، عشان ما يرجعوش يندموا زي. لأن أنا ندمت ندم فظيع، بقيت أقول كان في أوقات كتير كان ممكن أقضيها معاها، كنت بقى قاعدة لوحدها وأنا قاعدة جوه في أوضتي، كنت أقعد معاها يعني أستثمر وجودها أكتر، أخد حضنها أكتر. أنا من النوع اللي كنت لما ماما تيجي تاخدني في حضنها أعيط، فقول لها ما تعديش تجريني وبتاع وتعودي تبسيني، كنت ببقى ضعيفة وأنا أحب أبقى قوية، كنت أبعد، أنا حمارة، كنت يعني أستغل الحضن ده اللي أنا هموت عليه دلوقتي ومش لاقيه. فأنا في افتقاد شديد 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 لأمي، والأم دي أعظم شيء في الوجود. فعلا الأمثلة بتاع زمان اللي كان يقولك اللي بلا أم حلو يغم، أنا فعلا حالي يغم. ربنا يرحمها يا رب. مفيش حاجة تتقال خلاص، بيبقى الكلام مش مفيد في حاجة يعني خلاص. دي كانت آخر صورة، ودلوقتي آخر فقرة، ملك ولا كتاب؟ ملك ولا كتابة؟ دلوقتي بقى هنلعب. مش عارفة انت كل ما تعيطي يجي لعب، انا مش فاهمة فيه ايه. الكوين هتلف على الشاشة، هتقولي ستوب عشان تقف. اوكي. لو جت ملك انا هسألك، لو جت كتابة انت هتسأليني. ملك ولا كتابة؟ ستوب. مالك محضره لي ايه؟ طبعا عندك شويه اسئله صعبان عليك انهم تفوتيهم، يعني مش قادره. هسألك سؤال حلو. حلو. طيب انتوا هريتوني اسئله النهارده، انا قلصت كل حاجه، مفيش حاجه تتقال في اي حته تاني خلاص. قولي الحلو. زي ما اتجوزتي راجل اكبر منك ب 25 سنه، هل ممكن تتجوزي راجل اصغر منك ب 25 سنه؟ اعوذ بالله،
ده انا بقى اتجننت. انا يوم ما اعمل كده حجروا عليا يعني، حطوني على طول في مستشفى امراض عصبيه. 10 سنين لا لا يمكن. 5 لا يمكن. جايز بقى 3 4 5 في سني ده دلوقتي اتس اوكي، لانه هيبقى راجل برضو كبير. وانا برضو لازم يكون اكبر منك ب 25 سنه لسه بتحبي برضو اللي من دول باباك؟ لا 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 اصل ده خلاص العقده اتحلت يعني. اتعالجتي؟ اتعالجتي يا الهام؟ سني هو السبب. اتعالجتي من ما دي كانت اكيد عقده، ممكن حاجة سيكولوجية طبعا. كنت عيلة وعايزة أب عايزة حد مسؤول. مش اتعالجتي يعني، أنا ما أقصدش اتعالجتي يعني أكيد الحياة بتغير أفكارك طبعا حسب مكتسبات الحياة ومعطيات الحياة ليكي بتغير أفكارك، ممكن تتغيري طبعا. طب ده بقى معناه إنك ما عشتيش يعني قصة حب حقيقية؟ لا عشت طبعا أكيد. ملك ولا كتابة؟ ستوب مالك. حلو حظي النهارده. حظك النهارده بقى. اخر سؤال بقى. لو ايناس الدغيدي عرضت عليكي دور جريء توافقي وتعمليه في سني ده؟ لا مش هتجيبني ممثله اغراء. اي دور انا هعمله مع ايناس، لان انا عارفه دماغها هي مش هتحطيني في دور الا في حاجه صح. هي ست ذكيه جدا ومخرجه شاطره جدا. انا عملت معاها فيلمين بحبهم جدا وبحترمهم جدا، لحم رخيص ودانتيل. انتي اسكت عشان انتي ست عارفه امكانياتك وعارفه تقولي ايه امتى وتعملي الدور ده فين وايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. ودي الكلمات اللي احب اختم بيها حلقتي. نورتيني يا دماغ. بس حلوه يا دماغ دي. ميرسي يا حبيبتي، وانا استمتعت بالحوار معاكي. بس دماغ الماظ يعني. كانوا مخوفيني منك وقالوا لي بصي انت هتخرجي من البرنامج بتشدي في شعرك وهتقولي انا ايه اللي جابني عند بسمه. بس انا كمان كنت جايه متحديه يعني. لا خالص بجد على فكره والله ما اتضايقتش. احنا والله بنلعب يعني. لا والصراحه حاجه حلوه، انتوا حاجات صريحه وحاجات حصلت حتى لو الواحد ما كانش بينبش فيها يعني، خلاص اتنست بعدت. بس غير مهينه. لكن لا احنا بنهنش لا حد في برنامجنا. لا أبدا. لا 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 احنا بنتشاقى مع الناس. اوكي شويه شغب كده وده بيعجب الجمهور على فكره، هم ممكن يكونوا بيحبوا برنامجك عشان الشغب اللي في برنامجك. الحمد لله يا رب دايما برنامج ناجح. ميرسي يا بس كل سنه وانتي طيبه وكل الجمهور طيب وبخير، وقناه القاهره والناس وكل اللي عاملين طيبين وبخير. رمضان سعيد عليكم. شكرا مشاهدينا، حلقتنا خلصت ونشوفكم بكرة وتصبحوا على 1,000,000,000 خير. أنا مبسوطة جدا بالحلقة، أنا اتفاجئت بحاجات كتير عمري ما اتكلمت فيها، فعلا أنا ضعيفة قوي 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 في افتقاد الأم، بس غير كده أنا مفيش حاجة تبكيني في الدنيا غير فقداني الأم. كل سنة وأنتوا طيبين.